مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي فلاحة، حلقات اليوم غدا تمكننا باش نعرفوا آلة زرع مباشر أو السموار ونضبطوا الكمية ديال الزراعة زراعات القطاني، فهي كتكون من آلة بدرة تقليدية مع بعض الإضافات مهمة واللي هي الساس، فهي متكونة من صناديق كنوضعوا فيهم الزريعة والانجري وقنوات كتوصل الزريعة والانجري للأرض، وزيدين فيها عناصر خاصة كتشخ تراب وكتحط الزريعة والانجري في الغرق على حساب نوع القطاني، كانت فول أو فيليا أو عدس أو حمص أو جلبانة، ومن وراها كنلقاو قطع أخرى اللي كتغطي الزريعة والانجري. الغرق ديال الزريعة كيختلف على حساب نوع وصنف القطاني وبالخصوص على حساب الحجم ديال الزريعة، وبشكل عام يمكن زرعوا في الغرق اللي لازم ما يتجاوز 3 أضعاف حجم ديال البذور. فبالنسبة للعدس كيكون عمق البذر بين 3 و 4 سنتيمتر، وبالنسبة للحمص وجلبانة بين 4 حتى 7 سنتيمتر، وبالنسبة للفيليا بين 5 إلى 8 سنتيمتر. ولتحديد الكمية اللي يمكن زرعوها في الهكتار الواحد، من الضروري معرفة وزن 1000 حبة ديال الزريعة وعدد النباتات لكل متر مربع اللي بغينا نحصلوا عليها في نهاية الإنبات، وعدد النباتات لكل متر مربع معلل بما يلي: نوع المحصول، كان حمص أو عدس أو جلبانة أو فيليا، وحجم البذور، ووقت الزرع بكري أو متأخر، وطريقة ديال الزرع. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فالتجربة الميدانية بينات باللي من الأفضل نزرعوا بالقياس، أنه في حالة كانت السنة رطبة تيكون من الصعب السيطرة على الأمراض الفطرية وخاصة البوتريتيز والأنتراكنوز، واعتمادا للأصناف المستخدمة في المغرب كيوصلوا الخبراء بعدم تجاوز كمية بين 80 و 90 كيلوغرام على كل هكتار العدس والحمص، وبين 100 حتى 120 كيلوغرام في الهكتار بالنسبة للفول السوداني. وهذه النتيجة كنوصلوا ليها بفضل إمكانية تضبط البدارة الزرع بالكمية اللي بغينا، وكذلك بفضل التوزيع المزيان للزريعة. نفس الشيء بالنسبة للانجري ديال تسبق الأرض، بحيث كتقوم بدارة بالتوزيع ديالو بطريقة مركزة كتسهل استغلال ديالو مزيان من طرف القطنيات ومن شتو تستفد منه غير الأعشاب الضارة. فبالنسبة للبدارات اللي عندها موزع بتحويل ميكانيكي، فهي كتميز بواحد التناسب ديال صبيب بذور موزعة مع الضبط ديال الآلة، وهنا لازم الريكلاج ديالها يكون حسب العوامل المناسبة اللي تمكننا نحدو كمية الزرع في الهكتار. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فباش ننجحوا عملية الزرع لازمنا نتحققوا من طريقة الريكلاج ديال السموار، بحيث كنوضعوا كمية صغيرة ديال الزريعة في الوعاء، كندوروا عجلة قيادة الموزع، كنوضعوا خيط أو قطعة ديال التوب أو بلاستيك تحت متقاب البذور باش نجمعوا الزريعة بسهولة، كندوروا عجلة القيادة بعد الدورات المحددة، وكنجمعوا الزريعة اللي نزلات وكنوزنوها وكنعدلوا الفتحة ديال الموزع. وبهذا أخي الفلاح، أختي الفلاحة، تكونوا زرعتوا بلادكم بكري بلا ما حرتوها واقتصدتوا في الزريعة، وتكونوا حطيتوها هي والانجري كل واحد في المكان المناسب بالكمية المناسبة وفي الوقت المناسب، وتكونوا نقصوا في المخسور وحسنتوا الإنتاجية والجودة ديال القطنية ديالكم. والمزيد من المعلومات أدعوكم لزيارة الموقع الإلكتروني www.agripedia.ma. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.